لا جديد في الحصار على مئات الضباط والجنود في كتاف سوى استشهاد العشرات وأسر آخرين بعد أن أحكمت الميليشيات الحوثية الحصار عليهم في وادي الجبارة قرب مركز كتاف شرقي صعدة. ورغم مرور قرابة الأسبوع على بدء الحصار فإنه لا جهود عسكرية لفك الحصار عنهم، خصوصاً أن معظم القادة الكبار في المحور خارج الحصار، ويهدد سقوط وادي الجبارة بيد ميليشيات الحوثية الانقلابية في صعدة بتلاشي وإهدار بانتكاسة في جبهة كتاف وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل أكثر من عام من حيث السيطرة الجغرافية وهزيمتها أكثر من حيث العدة البشرية. طيران التحالف أعلن شن عشرات الغارات على ميليشيا الحوثي في صعدة، لكن تلك الغارات اقتصرت على الحشود العسكرية المهددة للحدود السعودية، ولم تجدي الغارات الجوية حتى الآن على فك الحصار في كتاف. وبحسب مصادر عسكرية فإن إطباق الحصار على القوات في صعدة تزامنت مع الضربات الجوية التي تلقاها الجيش في عدن وأبين بطيران الإمارات، بتزامن يطرح أسئلة حقيقية عن العلاقة بين الهجومين.